مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رشا توكينج لايف. انا اليوم حبيت اطلع بس اسلم عليكم واقول لكم شكرا كثير على تواصلكم معنا وعلى اسئلتكم وعلى الاقتراحات تبعتكم. احنا حنلبي هاي الاسئله تبعتكم نجاوب عليها، والاقتراحات تبعتكم كمان حنعمل فيديوهات عليها ان شاء الله في المستقبل القريب. انا بس حبيت اليوم اطلع واحكي على المسؤولية الاجتماعية، احنا حكينا عنها قبل هيك وانطلب مني كمان ارجع احكي فيها مرة تانية، فانا بدي ارجع اكد عليها انه احنا موجودين هلأ بوقت صعب كتير، ومفروض كل واحد فينا يقوم بدوره الوطني والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والمثالية تبعتنا، علشان احنا نقدر نمنع انتشار او نحد من انتشار الفيروس الكورونا. سو اليوم الأخبار الحلوة إنه أنا لما طلعت برا واضطريت أطلع لأنه إلي أسبوع مش طالعة واحتجت أغراض للبيت، فلما طلعت برا ما كان في كتير ناس بالشوارع، في سيارات بس منا كتيرة، والناس اللي برا قاعدة عم تعمل شوبينج زي حالاتي أو على محطة البنزين، بس ما في تجمعات كبيرة، ما شفت ناس برا على مواقف الباصات، فالكل قاعد عم بحاول إنه يلتزم باللي قالت لنا إياه الحكومة الكندية، لأنه إحنا ما فينا نحد من انتشار هذا الفيروس إلا إذا كلنا اتحدنا وكنا إيد واحدة. فأنا برجع بأكد عليكم إنه بليز لو سمحتوا خليكم بالبيت كل فترة وبتعدي، إن الله راد إذا ضلينا بهالطريقة. صح في ازدياد عنا بالأعداد بس هذا متوقع، وحنتوقع أعداد أكبر بكتير هلأ، خاصة إنه الناس كتير رجعت من السفر وموجودة، وهلأ عم نعمل فحوصات أكتر والنتائج عم تطلع بسرعة أكتر. فلو سمحتوا الله يرضى عليكم هلأ خلينا إحنا نلتزم كلنا معنا بهالمسؤولية الاجتماعية، ونضلنا كلياتنا إيد واحدة علشان نقدر نمنع انتشار المرض. الشغلة الثانية المهمة كتير إنه الشباب الصغار، لسه أنا بسمع وبعرف إنه في شباب صغار عم بيطلعوا برا. هلأ حبايبي أنتوا الشباب الصغار يمكن أنتوا ما تكونوا مرضى، بس أنتوا ممكن تكونوا حاملين للفيروس هاد، فلما تطلعوا برا ممكن تأذوا ناس تانية، فالمسؤولية هلأ الاجتماعية تبعتك إنه أنت ما تطلع برا عشان ما تأذي ناس تانية، مش عشان أنت ما عندك الأعراض إنك تضلك رايح وجاي وستل تروح عند أصحابك وتطلع وتيجي. بس طولوا بالكم شوي علي، وأنا بعرف إنه أنتوا قد المسؤولية وإنكم فيكم تعملوا هيدا الشيء وأنا مقدرة على الآخر إنه أنتوا زهقانين وتعبانين، وكمان بس الصبر شوية، وهيدا الصبر حيجي بنفع كتير على المجتمع الكندي كله. فمعلش نيجي على حالنا شوي علشان إحنا نفيد الكل، فهيدي بس مرحلة مؤقتة، وإذا إحنا بس نفهم هيدا الحكي ومنغير الطريقة اللي منفكر فيها والمايندسيت تبعنا إنه هي مرحلة مؤقتة، إن شاء الله بتعدي على خير. الشغلة الثانية اللي بدي إلكن إياها، لما أنا كنت اليوم عم بشتري أغراض الشلفز كانت كلها مليانة، يعني كوسكو عنده كل إشي. هلأ في إشياء معينة مقطوعة من البلد مثل الهاند سانيتايزرز، الربينج ألكوهول، الهيدروجين بيروكسيد، بس كل شيء تاني موجود، يعني حتى ورق التواليت اللي الناس كانت خايفة وبتتهافت عليه وبتجيب مليان. هلأ طبعا في حد لكمية اللي ممكن إحنا ناخدها، لأنه هيدا كمان عشان يعطي مجال للناس التانية إنها تقدر كمان هي تشتري ويكون الكل عنده الاحتياجات اللازمة تبعته. فعشان هيك موجة الرعب هاي اللي مرقنا فيها والخوف إنه ما نلاقي الأشياء اللي بدنا إياها ما إلى داعي، المحلات كلياتها عم ترجع تعبي، والبرايم مينستر تبعنا مستر جاستن ترودو حكى لنا انه ما تقلقوا في سبلايز، السبلاي تشين موجود عنا، والطرق ما تقفلت بين امريكا وكندا اللي الشاحنات بتيجي وبتجيب لنا بضاعه، فهي شغله ما في داعي للقلق هيدي ابدا، ورست أشور وارتاحوا إنه كل شيء موجود. وهلأ إذا واحد ما لقى شغلة يعني منا بيك ديل، إنه إحنا مثلا أنا بدي أكل شغلة معينة ومنا موجودة هلأ بالسوق، معلي
كمان نيجي على حالنا، احنا ما عم نحكي انه احنا هيدا وضع عادي، هيدا وضع غير عادي عم نمرق فيه ولازم نتأقلم معه. وهذا الانسان بقدر من طبيعتنا احنا انه احنا نتأقلم مع الظروف والاوضاع اللي بنمرق فيها. ياما مرقت علينا ظروف واوضاع صعبة اكتر من هيك بكتير. يعني انا اليوم كنت بحكي لبنتي عم بقلها لما رحت واشتريت الأغراض وهيدا، قلت لها الحمد لله إحنا بنعمة من رب العالمين ما بنعرف قديش هي. أنا عشت حرب الخليج الأولى وكنت موجودة، all of a sudden فلوسنا اللي بالبنك ما عاد إلها قيمة وما عدنا نقدر نصرفها، وما كان في أكل، ما كنا نقدر نطبخ، ما كان في كهرباء، ما في غاز، ما في مي. فالحمد لله إحنا دايما نتذكر إنه إحنا موجودين بكندا وربنا حامينا ان شاء الله وحامي بلدنا، والاوضاع منا سيئه. يمكن هلا احنا بنطلع عليها انه كتير غير، لانه طبعا الواحد متعود كل شيء كان موجود، هلا all of a sudden صار ما في شيء قدامه او قل الاشي اللي كان موجود. فهذا تغيير كتير، نقله من مرحله لمرحله ثانيه او من شغله لشغله ثانيه. فهيدا الحكي معلش نتحمله، واحنا بنقدر نتواكب مع هيدا التغيير والوقت الصعب اللي احنا فيه. فأنا بس حبيت أشكركم مرة تانية، أطمنكم إنه الستورز كلها مليانة، ما تقلقوا ما تخافوا. حتى من يومين ما كان في حليب بالمحلات، سمعت من أصحابي اليوم لما رحت موجود حليب وموجود كل أنواع الحليب كمان. فالخير الحمد لله موجود ومتوافر، بس إنه احنا لازم نآمن إنه الأمور حتصير كويسة وهي مرحلة وبتعدي، وإن شاء الله كلياتنا منحط إيدنا بإيد بعض، وإذا كلنا منساعد بعض كمجتمع كلياتنا منعدي بهاي الأزمة على خير. سو ما تقلقوا، ما حتى لما تسمعوا الأخبار هلأ عم تسمعوا الأرقام عم بتزيد عنا للناس اللي مصابة بفيروس الكورونا بكندا، بس هاي متوقعة وهي نتيجة كمان إنه عم نعمل فحوصات كتيرة. النتائج عم تيجي أسرع من أول، بدل أيام عم تاخد ساعات مع أنواع الفحوصات الجديدة اللي عم نعملها. بعدين عنا أعداد كبيرة من الكنديين اللي رجعوا من السفر، يا إما من مارتش بريك يا إما اللي رجعوا من باقي العالم. فأوف كورس متوقع إنه هاي الأرقام تزيد، فما تقلقوا بلا ما ننشر الطاقة السلبية بالمجتمع والخوف، وخلينا نضلنا positive ونتطلع على الإشي الأحسن، وإن شاء الله الأمور كلها حتتعدي على خير. already هلأ إحنا ما قلنا أسبوع من وقت بدينا، حتى كم يوم من وقت اللي أعلنوا حالة الطوارئ بالبلد وكل شيء موجود. فبعيننا الله، هي فترة، خلينا نضل positive، خلينا نضل نشجع بعض، خلينا نضل إحنا بروح رياضية حلوة ومرحة علشان نقدر مع بعض كلياتنا نتغلب على هاي الشغلة. الشغلة الأخيرة اللي بدي أكد عليها واللي حكيت عليها أنا بفيديو قبل هيك، الله يخليكم ويرضى عليكم، الحكي بهالوقت بنتشر كتير والسوشيال ميديا بتلعب دور كبير بأنها تنقل حكي أوقات مغلوط، أوقات مش صح، أوقات ما إله أسس علمية. فبلا ما نضلنا نبعث معلومات لكل الناس، اللي يا اما الناس اللي ما بتعرف في الشغله بتصير بتخاف زياده او بتروح بتصدقها، وممكن ناذي فيها حد ثاني اكثر من ما احنا لو ما بعتنا المعلومه. تخلي المعلومه انلس انت عندك السورس، حدا قال لك وين مصدرها. حتى انا عم بيجيني فيديوهات بالهبل، دكتور مش عارف مين قال، ودكتور مش عارف مين حكى، وهيدا باسبانيا حكى، وهيدا بالصين حكى. يا عمي حاضر على عيني وراسي، بس بلا ما نضلنا نبعت هاي الاشياء ونوديها من شخص لشخص وبتنتقل، واحنا ما بنعرف اصلا اذا الاساس تاع المعلومه صحيح ولا لا. فتاكدوا من المعلومات، إذا أنتوا فعلا متأكدين من مصدر المعلومة والثقة اللي طلعت منها المعلومة مصدر موثوق، then share it. Other than that خلينا هيك علشان ما ننشر أشياء منا صحيحة وأشياء ممكن تخلي الناس تخاف زيادة. يلا بشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة، وحنحكي على المواضيع اللي أنتوا اقترحتوها واللي حابين تسمعوها، وإن الله راد بتضلوا كلكم صحة وخير وسلامة، وبشوفكم مع حلقة جديدة من رجا توكينج لايف.
وزي ما حكيت إذا حبيتوا أي إشي ابعتولنا وإحنا بالخدمة. يلا الله معكم، باي باي.